إن الجزائر ترحب بي مترحيب بالتئام هذا المؤتمر الوزاري في طبعته الأولى، وتؤيد تأسيس هذه الآلية الهامة لإثراء وتعزيز الإطار المؤسساتي للشراكة الروسية الإفريقية. هذه الشراكة التي تقوم على إرث تاريخي متجذر في الدعم الثمين الذي لاقته الدول الإفريقية من لدن الأصدقاء الروس إبان الكفاح ضد الاستعمار والاحتلال والهيمنة الأجنبية. وهذه الشراكة التي نمت وتطورت بفعل ما رصدته روسيا وما قدمته من إسهامات معتبرة في سبيل تعزيز قدرات الدول الإفريقية المستقلة ومساندتها في إرساء أسس اقتصاداتها الوطنية. وهذه الشراكة التي نأمل اليوم في الارتقاء بها إلى أسمى المراتب المتاحة بناء على ما يجمعنا من التزام ومن تطلع للإسهام في بناء منظومة علاقات دولية يكون فيها لكل بلد من بلداننا نصيبه المشروع من سبل الأمن والاستقرار والازدهار. ولنا من المقومات الأصيلة والمتأصلة في التاريخ البعيد والقريب ما يجعل لقاءاتنا تختلف عن غيرها من اللقاءات، فهي ليست لقاءات بين شركاء فحسب، وإنما هي لقاءات بين أصدقاء تجمعهم الثقة الثابتة والاحترام المتبادل والتطلع الموحد لنظام عالمي جديد أكثر استقراراً واتزاناً وأكثر استجابة وعناية بحقوق كل شعب من شعوبنا، وأكثر تحفيزاً وتدعيماً للتعاون والتكامل عوض التصادم والتصارع. من هذا المنظور فإننا نطمح اليوم إلى إضافة لبنة جديدة إلى صرح هذه الشراكة المتميزة والواعدة عبر ضم جهودنا وتكثيفها من أجل تجسيد ما أفضت إليه قمتا سوتشي وسانت بيترسبورغ من قرارات وتوجيهات وتوجهات. وأود في هذا السياق أن أثني على المشاريع المعروضة على تقديرنا وتصديقنا اليوم من حيث طابعها الشامل الذي لا يستثني أي مجال من مجالات التعاون والشراكة، ومن حيث دقتها ووضوحها في تحديد ما نصب إلى تحقيقه من أهداف ومقاصد، وكذا من حيث أنها تتماهى بصفة كلية مع تطلعات وطموحات قارتنا الإفريقية في المرحلة الراهنة.